أولاً إجماع الأراضي المعقد أحمد شحبة علي أحمد وأحمد فرج عبد الباسط السيد بالإعدام عبد أسند إليهما ثانياً بمعاقبة إمام محبة صالح حلب بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً عما أسند إليه ثالثاً ما تبصش في الارض، مش انت اللي في حد الحفره، ما تبصش في الارض، مش انت اللي عملت كده؟ الكاميرات جابتها. ها؟ مش انت اللي مجنون؟ والله العظيم ما قتلت على كل ازاي ما انت عارف ولا ايه؟ يا عم حرام عليك، عقلك انت بس ماشي كلام. عملت ايه؟ عملت ايه؟ احمد يا احمد يلا دكتور ايمان يلا ايمان ايه ايمان عملت كده يا ايمان؟ ارجع ورا يا ساتر يلا يا صاحبي ارجع ورا يا فندم. يا جماعه ما ينفعش والله انتوا تبهدلونا كده. يا جماعه بعدين ارجعوا ورا لو سمحت. ليك حاجه اخيره يا ايمان عايزه تقوليها؟ اطلع قول ايه يا ايمان؟ كلمش واطلع كلمش يا عم اطلع. ليه يا دكتور احمد عملت كده؟ ندمان على اللي انت عملته يا دكتور. في حاجه معينه عايز تقولها؟ ايه دلوقتي عايزك يا جماعه كده؟ عايزك رئيس الكل. يلا رئيس يلا يا ابني عايزك الكل شوط يا باشا. بعد اذنك استاذ ايمان، بعد اذنك ندمان على اللي انت عملتيه.